بص انا كنت شايفة حاجة كويسة، بس بعد ما وصل لبعض المعلومات شايفها مش كويسة. معلومات ايه واللي انت شايفه مش كويس؟ ان في طلبوا، المفروض ان بيقولوا طلبوا ان هم يشيلوا النادي، اليافطة اللي مكتوب عليها النادي الوطنية والكرامة، وده غلط. ان معلش رئيس النادي يقبل بحاجة زي كده، وده اكبر غلط، عشان فعلا هو نادي الزمالك هو النادي الوطنية والكرامة، فليه تشيل يافطة زي كده وايه كمان؟ طيب يعني بس؟ هو دي الحاجة الوحيدة اللي مضايقاك مضايقاني منهم؟ طبعا. انت ازاي تشيل مثلا حاجة بتضايق اشخاص داخلة النادي، تشيل الحاجة اللي هما بيتضايقوا منها؟ برغم تخلي نادي الزمالك عنك في وقت يعني انت كنت محتاجهم فيه، اللي انا شايفة دلوقتي انتماء كبير. طبعا انا بص، انتمائي للكيان حاجة، مش انتماء للاشخاص. انا انتمائي للنادي اللي اتربيت فيه، للمكان، انما الاشخاص كده كده بيتغيروا حتى لو قعدوا 100 سنة. ما كانش فيه تواصل بينك وبين أي لعيبة من داخل النادي فترة بعيدا تعبي، عن مجلس الإدارة يعني؟ فترة تعبي، أيوه لا طبعا ما فيش حد اتواصل معايا خالص خالص. خالص. رسالة طيب تحب توجهها للنادي الزمالك؟ حابب اقول لهم ربنا يوفقكم في الفترة اللي جاية، ونادي الزمالك كبير وما يستاهلش يبقى في المكانة اللي محطوط فيها. نادي الزمالك مفروض كل لعيب يلبس تيشيرت النادي يبقى حاسس بيه، حاسس بقيمة التيشيرت اللي هو لابسه، مش رايح تعمل فلوس وتعمل اسم بس، لا انت المفروض تبذل اقصى مجهود عندك عشان اسم الكيان اللي انت بتمثله ده. ايه رأيك في الصفقات الأخيرة داخل النادي؟ بصي، في صفقات انا شايفها معمولة كدنسة، وفي صفقات معمولة لا، في شباب صغيرة لا كويسين جدا ويستاهلوا يبقوا موجودين من بدري. انت اعتراضك على مين طيب؟ لا مش هحدد اسامي عشان طبعا الناس زمايلي كلها، بس انا بقول لك لا، في ناس كانت تيجي من بدري نادي الزمالك، وفي ناس معلش ما يبقوش موجودين حتى لو اسمه كان في فين. طب ايه رأيك في يعني تولي حسام حسن للمنتخب؟ بص، هو حلو ووحش. اللعيب المصري ما بينفعش معاه مدرب اجنبي، لازم المدرب مصري بيعرف ازاي دخلاته منين وبيعرف ازاي يتعامل معاه، هو ده اللاعب المصري، ما ينفعش معاه مدرب اجنبي. دي الحاجة الحلوة. ايه الحلو الوحش بقى في الموضوع؟ ان لما بياخدوا على المدرب قوي بيسوقوا فيها، لو المدرب شخصيته مش قوية. انا صح، توقعاتك ايه للماتش الجاي الاهلي والزمالك؟ ان شاء الله الزمالك يفوز 2-0 ان شاء الله. شايف ان يعني الصلح ما بين الاهلي والزمالك هيعمل صلح فعلا بين الجماهير؟ لا ما لا، دي ملهاش دعوة. هو كان على فكرة المقابلة دي كان في ماتش ناشئين موجود في نادي الزمالك، وحصل بعض فرحة الأهداف باللاعيبة، عملوا حركات مش كويسة، فدي سبب المقابلة أصلا، إن هم عايزين يطلعوا الأولاد دي ما عندهمش التعصب الكروي اللي موجود. بس مشكورة جدا. شكرا لله.